اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم اجعل غناي في نفسي، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، ومتعني بجوارحي، واجعل سمعي وبصري الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري ومآربي، وأقر بذلك عيني. اللهم اكشف كربتي، واستر عورتي، واغفر لي خطيئتي، واخزئ شيطاني، وفك رهاني، واجعل لي يا إلهي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا، ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سويا. رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا، ربي بما برأتني فعدلت فطرتي، ربي بما أنشأتني فأحسنت صورتي، ربي بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني، ربي بما كلأتني ووفقتني، ربي بما أنعمت علي فهديتني، ربي بما أوليتني ومن كل خير أعطيتني، ربي بما أطعمتني وسقيتني، ربي بما أغنيتني وأقنيتني، ربي بما أعنتني وأعززتني، ربي بما ألبستني من سترك الصافي، ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد.